وشرح حتى ازاي ان انت انستول الاناكوندا مع البايب شارت وازاي تسطب الكول كنسل ايه او الباكجز المختلفه، وفي نفس الوقت الكود سنابس اللي حاططها رافعها على الايه جيت هاب، فتقدر ان انت ايه تنزل الكلام ده على تقعدش تكتب تعمل مجرد بس تجرب تعدل حاجه عشان تلاقيها على الايه على اللي انت عاوزه. طبعا يمكن انا قلت لكم قبل كده الماشين ليرنينج هي احد العناصر اللي موجوده في الارتفيشال انتليجنس، يعني الاي اي جواها الماشين ليرنينج، وطبعا كلها في اوبتمايزيشن تكنيكس طالما مش مرتبطه بالاله. هنا في ذكاء الاله يعني ان هي خلي بالك الكورس هنا يكون المسمى بتاعه ذكاء الاله غير الايه؟ غير ماشين ليرنينج. طب استمر. اوكي. عشان كده انا بس ايه؟ لان في اوفرلاب كبير انا مش هجيب الحاجات اللي هتحطها وين وين في الكورسات الثانيه. يعني انت مثلا مثلا دي بيرنج نيورال نتورك هي الجزء الثاني في الايه؟ اي حاجه فيها اي حاجه هتحطها في سنه رابعه مثلا؟ مش اذكرها خالص. واضحه طبعا الحكايه بس اذكر حاجات كثيره ايه؟ مش هقول لك اكثر يعني ايه برضه ايه؟ يعني محتاج تعرفها قبل ما تبتدي تتقن الحاجات مثلا بتاع الديب ليرنينج نيورال نتورك. يعني في ديب ليرنينج ايه؟ نيورال نتورك. ايه الفكر بتاعها؟ ده انا بسيبه برضه للايه؟ للانستراكتور اللي هيجي لك الجزء ده. طبعا. ما تعملش الترتيب ده؟ انا همشي ترتيب الكتاب بالظبط. والحصل حاصل مفيش حد اصلا بياخد الايه؟ الترتيبه دي. يعني بيبقى الكورس بالنسبه لي انا هدي مثلا ديب ليرن نيورال نتورك فببدا على طول على نيورال نتورك. الترتيبه دي جايه ازاي؟ ان انت بتاخد الكورس ده قبل الكورس ده. فده الفاونديشن اللي انت ليه. وده خدته بعد ايه؟ بعد الاي اي. فانت فهمت فعلا ان حته الماشين ليرننج دي موجود. انا قلت لكم حتى ده جزء من الاي اي وجزء من الايه؟ من الداتا ساينس صح؟ مع الايه؟ الستاتستكس مش كده؟ خدت الستاتستكس؟ في بروبابيلتي؟ زود يا باشمهندس. في كمان في كلاود وفي بيج داتا. طبعا ما خلاص الداتا ساينس معناها بتتعامل مع حجم ضخم من الداتا، يبقى اساسي عندك حكايه الايه؟ البيج داتا صح؟ والبيج داتا عشان ترن محتاجه ايه؟ محتاجه كلاود. وتستفيد ايه من الكلام ده؟ طبعا مش ضروري تستخدم ايه؟ مش ضروري تستخدم الماشين ليرننج. ممكن ان انا استخدم الستاتستكس والبيج لان انتوا خدتوا انك انت تقدر تعمل لو عندي نقط مختلفه بالشكل ده اقدر اعمل ايه؟ ذا بريدكشن. لا يعني انتوا متخيلين وعندنا تولز كتيره جدا في الستاتستكس والايه؟ والبروبابيلتي نقدر ان احنا نعمل فيها حاجات في الداتا ساينس عشان اعمل داتا ماينينج. مش ضروري يكون ماشين ليرننج. ماشين ليرننج خطوة إضافية. رأيي أنا شخصي ليه ما أعرف. يعني دايما الأشخاص الفلسفة بتاعتهم ما تاخدهاش في اعتبارك على إن هي إيه؟ على إنها أساسات. إنما أنا ممكن طبعا أعمل الستاتستيكال ميثودز اللي بتعمله أعمله برضه إيه؟ ببعض التكنيكس بين الماشين. وأقدر أقارن بيها وأقدر يعني في عندنا حاجة اسمها أريما والأرشا والكلام ده أنا بشتغل بيها فعلا. بس بشتغل بيها ليه؟ عشان نقارن عشان نجي نقول ان الابحاث عامله مثلا بريدكشن لتايم سيريز معينه بهريمه كمان بنوع معين من الديب ليرنينج نيورال نتورك انا بقدر اعمل ده ايه؟ بمزاجي احسن من ده. هقارن ازاي؟ هقارن البرومس ازاي؟ لازم يكون في ايه؟ ريفرنس ليه؟ الريفرنس هو الحاجات اللي ايه؟ اللي بتستخدم في الابلكيشنز الحاليه. ولو انا اثبتت ان التكنيك اللي انا بشتغل فيه يديني برفورمانس اعلى معناه ايه؟ انا احسن. يبقى دي نقطه. انما ما اجيش هنا فجاه واقول لك تعتز على اساس ايه؟ انت فهمت الموضوع ده وعجبك يعني؟ ما ينفعش. زي ما قلت لكم الامور المطلقه في التكنولوجي بتاعت الانجيرنج ما ايه؟ لا تصلح معايا. يبقى زي ما قلت لكم كده سهل قوي. الاناكوندا طبعا لما بتسطبها بتنزل معاها البايب شارت بتربطها مع بعض بس مش بتربطها
ومن خلال الأناكوندا كوماند تقدر إن أنت تسطب الإيه؟ الباكج دي المختلفة، الأكواد دي كلها إيه؟ تقدر تعملها. فهي بيقول لك great introduction to theory and practice of solving problems مش بس with neural networks. Don't misunderstand me. الكلام ده فيه يعني إيه classification، يعني إيه regression، يعني إيه إن أنت تستخدم من نوع معين من clustering، حاجات إيه، حاجات مختلفة. عشان لازم تعرفوا إن neural networks فيها كل حاجة، في أنواع معينة، في نوع من التنافسية حتى، وفي حاجات ابلكيشنز معينة يتناسب معاها التكنيك ده، وفي ابلكيشن تانية يتناسب معاها. والفيصل او المحكه بالنسبه للتقييم بتاعنا هو اني اقارن اكتر من تكنيك على ايه؟ على نفس الابلكيشن ازاي؟ عشان اقول ده احسن في ظروفي. طبعا هو بيقول لك هنا هتتعلم ايه؟ رينج اوف تكنيكس، وده الاكواد اللي موجوده في زي ما تبقى نوت اورينتد على ايه؟ على لانجوج معينه. وده اللي انتوا سالتوني عليه صح؟ هتلاقي المنسوبولوجي ساعتي والالجوريزم وكل حاجه، بس هو بعد كده اما يجي الفيوتشر. الانتروداكشن رائعه، ابتدى فعلا من ايه؟ الكتب الظريفه. هنا بيتكلم يعني ايه ماشين ليرنينج طبعا، وبعد كده قال ايه؟ واي يوز ماشين ليرنينج؟ دايما بيسال سؤال ايه اللي يحتاج ان انا استخدم ماشين ليرنينج؟ وهل لو اقدر ما استخدمهاش لازم يبقى صوتي؟ لازم يكون في مين كونسيستنت للحاجه اللي انا بستخدمها. طيب الماشين ليرنينج سيستمز في عندي انا سوبرفايز ونون سوبرفايز، صح؟ هنعرف الكلام ده بعدين. في طبعا في انفورسمنت تكنيك، يصير في سيمي سوبرفايز، رغم ان انا يمكن عمري ما استخدمت سيمي سوبرفايز، بس لازم اتكلم معاك فيه. هي حسب برضه الابلكيشنز اللي انا انترستد ان انا اشتغل بيها. في حاجه اسمها باتش اونلاين. باتش اونلاين ليرنينج يعني بتتعلم بشكل مستمر، ولا بعلمها باتش اوف لاين وبعد كده تدخل في ايه؟ تدخل غالبا انا بعمل الحركه دي لما اكون انا ايه؟ انا بشتغل كلاسيفيكيشن معين او ريجريشن، بتوقع حاجه معينه في المستقبل والداتا بجمعها وابتدي ان انا اعمل اوف لاين ليرنينج للسيستم، وبعد كده اعمل زي سواب، مش سوابين، احل محله ايه؟ حاجه ثانيه، عشان دايما يبقى ايه؟ يبقى اوف ديت. وانا ما اعرفش في سيستم اسمه اليكسا. وفي كمان جوجل عامله جوجل اسيستنت. اللي انت تقدر تعلمه داتا، بس هو اوريدي متعلم من الاسم. فالتعلم ده بيخليه بقى تيلورد شويه للايه؟ للاكزامبلز بتاعتك، صح؟ دايما انا كنت عاوز اذكر في البرزنتيشنز اللي انت بتقول تتكلموا على الحاجات دي، بس اللي حصل حصل. انفرنس بيزد او بيزد ليرنينج يعني هنتكلم عليه في وقته. التشالنجز بتاعت المشين ليرنينج الداتا مش متوفره، ممكن ما تكونش متوفره، عشان كده وده برضه طلبه منكم سالوني في الاي اي ان انا لو انا بكتب لو هعمل بروجكت الداتا دي انا اللي بجيبها بنفسي ولا هي افيلبل، يبقى جزء التنقيح والتظبيط بتاع الداتا ده بتبقى جزء كبير من اهم الاجزاء بتاعت المشين ليرنينج. الناس برضه بتنظر للماشين ليرنينج على اعتبار ايه؟ هو التكنيك ابلاي على داتا عشان اطلع ريزلتس، لو الداتا مش كويسه او مش موجوده بيتعلم غلط. نون ريبريزنتيف تريننج داتا ده شيء برضه يعني هنعرف احنا بنجيب بنتعامل مع داتا سيتس ان احنا زي مثلا الفايروس فور كلاسيفيكيشن هي مترتبه مثلا زي هي ستاندرد اقدر ان انا انزلها سواء بالماتلاب او اي وزاره اللي فيه الداتا دي في 50 كلاس، 50 كلاس تاني و 50 كلاس تاني هم مترتبين. انا لما اجي استخدم التكنيكس بتاعتي هقسمهم جزء اعمل تريننج عليه وجزء تاني اعمل ايه؟ تيست. ما ينفعش ان انا اقسمهم وهم موجودين بالترتيب. انا لو قسمتهم اسمع شويه
لازم ان الترتيب يحصل في نوع من العشوائية عشان اقدر ان انا احصل على تريننج لكله وتستنج لايه لكله. العشوائية دي برضو دي قصة، لان العشوائية قد تكون بايس، قد يكون لا، هل كل معنى نوع من العشوائية هطلع نفس الايه نفس الديتا اللي اخترتها، مع ان انا اخترتها عشوائية، فرضت مثلا اخترت مثلا 70% رتبتها بطريقه عشوائيه، هل لو انا عملت الحركه دي تاني هتترتب بنفس العشوائيه ولا حسب السيكونس يعني حسب السيكونس المعنيه اللي انا بستخدمها. ساعات انا عاوز انها تتعمل كده عشان الريبيتابيلتي بتاعتي، ساعات بتكون انا ايه بغض النظر عن التفاصيل، بس انا قلت ان انا ايه ارتبها بشكل عشوائي، اخد جزء اعلمه والجزء الثاني اني جزء اللي اعلمه واني نسبه مئويه من اللي انا اعلمه. طبعا من خاصه طبعا ان احنا هنا لما بنشتغل على البيج داتا مش هتفرق معايا كتير ان انا اخد جزء كبير واسيب جزء اصغر شويه، ان انا لو الديتا بتاعتنا قليله معيش الدور بقى ما اخدش 70% او 80% مثلا في التريننج واسيب 20% اللي هم شويه انظموا في 60. بنستخدم تكنيكس ثانيه بنسميها كروس فاليوشن. انتوا عمركم ما تسمعوا حاجات، انا ما تخيلش اصلا انا ايه اشوف الحاجات دي، بس ستيل كروس فاليوشن دي منها هتقدر ان انت تعمل ايه نوع من الاسسمنت، لان التريننج بتاعك اتعلم بطريقه كويسه والحصان له ايه زياده تعلم. يعني هنتكلم برضه عن الموضوع، يعني لو انا عايز ازيد دي نويز صح؟ انتوا متفقين معايا ان دي نويز مش كده؟ لو انا عملت كده ده كويس صح؟ من وجهه نظري وضحها هو انت ممكن تعمل خطه يا دكتور بالظبط ده كويس، لان مش بياخد الايه الاوتلاينرز دي، هي ريليشن واضحه ودي انا عارف ان هي ايه ان هي نويز، بس لما اجي اجيب اقيس الكفاءه بتاعت التريننج ده هيبقى في نوع من الايه الاحسن هو انه يبقى ايه يفولو كمان الايه النويز صح. فالقصه مش كده، القصه زي ما قلت لك ان انا بشوف مع التريننج بتاعي ان هو مينيمايز الايرور، في نفس الوقت لما اجي اجربه على التستنج ديتا مش الدنيا خالص. ليه؟ لان انا لو علمته مع الـ مع الـ مع النويز دي مش هتطلع لي نتيجه كويسه في ايه؟ في التست. مش كده بنسميها ايه؟ اوفر فيتنج. مش كده بنسميها حاجه اسمها فاليديشن. الكلام ده هنشوفه بعد. بس مبدئيا خلينا نقول ان احنا بنقسم الداتا لجزء للتستنج وجزء للتريننج، وبنحاول ان التريننج بتاعي ما يكونش اوفر فيتنج. اوفر فيتنج يعني ايه؟ ما تزودهاش قوي بقى، يعني انت فاهم عمال ترسم حاجه عمال ايه ماشي على كل نقطه. ليه؟ لان كل نقطه ما دام في نويز يبقى انت في الوقت ده هتاثر سلبي على الايه؟ على وما يبقاش اندر فيتنج. كلمه اندر فيتنج يعني انت ايه؟ مش بتفولو الباترن بطريقه ايه؟ بطريقه كويسه. يبقى تجنب الاندر فيتنج وتجنب الاوفر فيتنج عشان في التريننج في التستنج يكون النتائج ايه؟ مظبوط. عشان كده بنحط الحته دايما خاصه بالفاليديشن وهنتكلم. الناس عاده برضه لما بتدرس نيورال نتورك او سبورت فيكتور ماشيني او اي نوع من الكلاسيفيكيشن ما بتنظرش النور ده، بتنظر الحته دي والحته دي ويختار دي 80% ودي 20% دي سبب على اساس ايه؟ انت فاهمين قصدي؟ برضه هنا الفور كواليتي داتا، لو الداتا مش كويسه يبقى ايه اللي هيحصل؟ بتقولك مش هتبقى اصلا مبني على حاجه مش كويسه يا جماعه، مش هتطلع لك ايه؟ حاجه كويسه. اندر فيتنج ذا تريننج داتا زي ذا تريننج داتا ده زي ما قلت اوفر فيتنج واندر فيتنج ده زي ما قلت لكم. يبقى هنا في ايه؟ تيستنج اند فاليديشن او فاليديشن فاليديت الداتا دي فعلا يعني في معايير بتقيس جوده الايه؟ الكلاسيفاير بتاعتي. طبعا الكلاسيفاير يعني هو بيصنفوا لي لانهي ايه؟ انهي كاتيجوري. يبقى كاتيجورايز ايه؟ الحاجه بتاعتي ان انا اقول مثلا لو فودس وانا بصنفها ممكن اقول لك درجه اولى درجه ثانيه درجه ثالثه، ده تصنيف صح؟ انما لو هعمل بريدكشن لسعر سهم في الماركت ده مش اسمه تصنيف، ده اسمه ريجريشن.
regression او بريدكشن يبقى في نوعين فعلا. وعلى فكره كل تكنيكس نيورال نتورك سبورت تو ماشين تعمل لي ده ودي تعمل ده. برضو ال working with real data هو بيجرب يبتدي ان هو يوريني سيناريوز معينه select ال performance measure اللي انت بتقيس بيه جوده الحاجه بتاعتك ان هو فعلا بيطبق الايه الفتره. مهم قوي ان انت تقرا الكونتنتس assumptions لو انت عندك assumptions. هنا بيتكلم بقى عن الورك سبيس وداونلود الداتا منين انت فاهم والداتا ستراكشر والكلام ده. برضه الفيجواليزيشن بتاع الداتا وانت بترجعني كان الاستاذ كان بيديني في الام بي اي الاستاذ ده من احسن الناس اللي انا شفته في حياتي في توصيل المعلومات. يعني لا تتخيلوا مهارته كانت عامله ازاي. كان هو كان بيديني فاينانس ماجستير ادارة اعمال. كان يقول لك حس بالارقام عشان تقدر تبني على الارقام دي ميثودولوجي قويه. يعني ما ينفعش بدون ما انت تكون دارس الرقم ده والعلاقات او شايفه بشكل كويس ان انت تقدر تختار الديسيجن الصحيح. وده فعلا احساسك بالارقام ان انت تعمل فيجواليزيشن ان انت يكون مثلا عندك هقول لك فيتشرز. يعني انا قلت لك فاكهه يبقى حجم اللون اللي معايا بتاعها انا صنفها بناء على الفيتشرز دي ايه للكلاسز للجو. طب مش ممكن ادخل فيتشرز طبعا هل هي سيجنفكت ده اللي ناقصه لها لازمه الفيتشرز زياده. طب ادخل اثنين فيتشرز بس ممكن ده يقلل لي ايه الجواب سبيسيفيكيشن بتاعي. يبقى اختيار الفيتشرز وجودتها والتعامل معاها. طب هل الفيتشرز دي لازم اعملها نورماليزيشن اخليها دايما من صفر لواحد ولا ممكن اسيبها كده؟ ممكن النورماليزيشن يحسن لي الاداء بتاعي مع ان هي نفس الفيتشرز بس يحسن لي الاداء. طب وبعد ما اوصل للنتائج هل اعمل دي نورماليزيشن دايما؟ يبقى ده احساس بالارقام مش كده؟ برضه الفيجواليزيشن دي مشكله كبيره. ليه؟ لان احنا عاده لا نتعامل مع اثنين فيجوالز كانبوتس. كلمه اثنين فيجوالز كانبوتس واقف مقابل يبقى انا ايه؟ شغال فين؟ في تو دايمنشن. لو لا ثلاثه فيجوالز كده ثلاثه في تو دايمنشن. يعني انا ممكن اعمل كرسمه تمام. كرسمه. يعني ممكن اعمل ده مثلا كده وده مثلا انت فاهمني؟ فهنا ايه؟ فيجوال اكس واحد وده معين ده كلاس 1 ولا ايه؟ بس دكتور مش المفروض ده اصلا يعني لو رسمتها على مش لو ثلاث محاور المفروض الاكس والاو ديت اصلا محور ثالث. لا ده بالنسبه لي عشان الاثنين فيريبلز والكلاس باللون او بالرمز بتاعه وانا بعمل كلاسيفيكيشن بروبلم. وات هاو يو شايف؟ الا لو انا بقى ايه الفيجيبلز دي انا بقيس مثلا الايرور عند فيجيبل معين. يعني بينكم بنقول دي فيها نوع من الكونتينيوتي. هنا محتاج شيء فانا عندي انستنس صفر مثلا انا بقول ايه في الاكس والواي مكافئين لانرجي معينه. الانرجي دي مينيموم عند ايه؟ عند اكس واحد معينه واكس اثنين معينه. في الوقت ده يبقى لازم ان انا اعمله ايه؟ سبيد اب ده بقى مش نزل. يعني ايه شكل صعب ده فين؟ في 3 دايمنشن. لو انا بشوف الانرجي مثلا وانا بمينيمايز الانرجي عند ايه؟ او الكوست فانكشن عند ايه؟ خلينا اني واي اللي هو انا بعمل كلاسيفيكيشن بروبلم اثنين فاريبلز اقدر ان انا اعمل لهم ايه؟ اعمل لهم. طب لو ثلاثه فاريبلز؟ بس اه ينفع تقلله اعمل بقى هنا واحط الفاريبلز ايه؟ هي دي كان في الوقت ده كنت عاوز اعمل نوع من الاسقاطات مثلا بروجيكشن. بس البروجيكشن في الوقت ده يبقى انا عندي اكس واحد اكس اثنين صح؟ وده اكس ثلاثه فاهمين اكتر؟ اثبت الاكس ثلاثه واعمل اسقاط على اكس واحد اكس اثنين واشوف
الكلاسز المختلفة زي ما عملت هنا، واجي اثبت ال x اثنين واضرب سبوت على x ثلاثة. ده نوع من الاكس. طب ولو اكتر نفس القصة، يعني اثبت اثنين او ثلاثة واضرب سبوت بس على ايه؟ على اثنين وعلى x واحد x اثنين واحد x اربعة وتبقى. ومن الاشكال المختلفة دي ممكن اطلع منهم لا ايه تو فاليو مختلفة. طبعا القصة ما فيهاش كده قوي، يعني انت بتعمل ده بالسنس بتاعك. عشان كده انت هتشوفوا ان هو ساعات بيعرف الاوفيشال انتليجنس، وانا كنت بقولكوا على قبل كده انه بارت اكتر منه ايه سيريس. طبعا الامور في تكنيكس هي اللي بتحدد لي مثلا اي واحد اللي سيجنفكت. بس افرض ان انا حددت مثلا ان اربعه فاريبلز ايه من 100 سيجنيفيكانت، يعني ايه مؤثرين. لو قللت عن كده يبقى جوده الكلاسيفاير بقت ايه ضعيفه. الوقت ده انا محتاج اربعه غصب عني. طب في الوقت ده امثلهم بقى ازاي؟ امثلهم زي ما قلت لكم، اثنين يتثبتوا واسقاط، اثنين يتثبتوا واسقاط، واحد اخد تقريبا من تمام اشكال. بس طالما ان انا حددت ان هما ايه؟ ان هما اربعه فاريبلز واربعه فيتشرز، يبقى الفيجواليزيشن لوكينج فور كورليشن علاقات مع بعضها. طبعا لو الانبوت معين له علاقه مع الانبوت تاني يبقى في نوع من التكراريه. انتوا خدتوا في الرياضه correlation experimenting with attribute combinations. ده هو يجرب attributes، يعني برضو يعني feature، هو مسمى تاني للfeatures، ان هو يكومباين اكتر من حاجه ويبتدي ان هو يميز. طبعا دي ممكن تعملها يده وتعملها automated جوه البرمجه بتاعتك عشان تطلع ايه احسن من ايه. Prevailed data for machine learning زي data cleaning. دي steps بس ممكن نعملها. Cleaning يعني تبتدي تشوف الداتا اللي ناقصه، خصوصا لو انت بتشتغل على كلاود ابلكيشن بتنجست داتا جايه من سنسورز مثلا بريت عالي، بعض الداتا ممكن تيجي بعض لا ممكن ما يوصلش. فالانستنس دي او السامبل دي هل تشيلها من الداتا خالص ولا تسيبها؟ دي اسمها كلين. هل التكست والكاتيجوريجيكال اتريبيوتس والكاستم ترانسفورمرز، كاستم ترانسفورمرز يعني ازاي بتحولها من حاجه لحاجه؟ يعني انا نورماليزيشن دي بقى يعني حولتها برضه ايه من حاجه لايه لحاجه. فيتشر سكيلينج، ترانسفورميشن بايب لاينز حسب بقى يعني برضه في الريل تايم بروسيسنج ازاي اقدر ان انا احطها في بشكل انبارلل على اعتبار ان انا اعمل لها بروسيسنج انبارلل عشان اقدر ان انا اسميها ريل تايم بروسيسنج. انا ما اعرفش انتوا سمعتوا على الكافكا والسبار هدوب ايكو سيستم، فانا عندي اوريدي تولز معينه تنفع للتعامل مع الداتا اللي بتتغير بشكل سريع وفي داتا اللي بسرعه كبيره. انا كنت بفكر حتى ان انا اضيف لكم الحته دي بس قالوا لي انتوا اصلا ما خدتوش داتا بيس مانجمنت، يبقى ازاي ان انا انتوا ماشيين؟ انا لقيت ان انا بشتغل بالتكنيك ده وبشتغل بحاجه ثانيه اسمها اساسيه.
randomize search. يعني by random. تخيلوا ده بيجي كده بس أول. يعني هنا بيعمل إيه؟ فريد بيمضي بقسمها كده ويجرب إيه؟ النقط. فيبتدي يبقى عارف إن دي مثلا محققين نتائج كويسة اللي هما متوقع إن هي فين؟ إن هي دي بتوين صح؟ فيبتدي إن هو يعرف الكلام ده يقسم لغاية ما يوصل لإيه؟ لنقطة كويسة. فدي بيسميها جريد سيرش. الراندوم عشوائي، نقط عشوائية. ولو لقى نقطة فيهم مثلا كذا يبتدي إن هو ستيب كومبيوتيشن باور بتاعتها إيه؟ أنت شفت الكلام ده في الارتيشن إن حسب إيه؟ analyze list models with errors evaluate عشان إزاي أقول إن أنت ليه؟ إن الدنيا عندك كويسة أو لا؟ linear regression ده اللي أنا بقولك عليه إن أنا علاقة بيتم توصيفها بخط مستقيم إزاي إن أنا بمينيمايز الإنرجي أو الكوست أو كده دي سبعين جريدة دي سبعة طريقة فاضل وده النيورال نتورك اللي بتتبعه بس مش هناخده عندنا ستوكاستيك جراديانت بولونيميا ريجريشن إن لو العلاقة غير خطية سبورت ماشين ده من أهم الحاجات اللي أنت هتاخدوها في الكورس ده وده عالم روسي راح أمريكا في السينات بس ما ظهرش هو افتكرها فرصة ما حدش اهتم بيها أصلا وهي إيكويفلنت قوي للنيورال نتورك بس لها ميزة يعني أنا شخصيا بشترك في كل الشغل بتاعي سبورت ماشين بس ممكن أقارن بيه واستخدم عشان تحدد البارامترز اللي موجوده بتاعه سبورت ماشين بيشتغل اوبتمايزيشن تكنيكس غير الجريد سيرش والراندوم سيرش ميزه سبورت فيكتور ماشين ان عدد البارامترز اللي ممكن تشتغل بيها قد ايه؟ اثنين بس يعني لو انت اشتغلت بادي البيس فانكشن ككارنيك واقول لكم ده بعدين يعني ما تشغلش بالك بالتفاصيل انما اثنين بارامترز بس انما نيورال نتورك النيورال نتورك لو قدرت ان انت تختار صح هتبقى ايكويفالنت لايه؟ لان انت بتعمله في التصور الماشين ف يعني احسن بالنسبه لك التصور الماشين اللي انت ما بتعملش فيها مجهود عشان تقدر تختار انتوا كده فاهمين انا اقصد ايه؟ يعني نتائج التصور الماشين ايكويفالنت للنيورال نتورك طالما ان انت اخترت الاثنين مظبوط لو ما اخترتش الاثنين مظبوط التصور الماشين هتبقى احسن لان انت بالنهايه بتلعب في ايه؟ في اثنين بارامترز بس يعني بتعمل ايه هنا؟ ففي الغالب البارامترز بتاعت السبورت فيكتور ماشين هاوت بيرفورم الايه؟ نيورال مع العلم ان السبورت فيكتور ماشين لا تعتمد على حجم الداتا انما النيورال نتورك تعتمد على ايه؟ حجم الداتا وبالتالي هي ايه؟ هي مرقه هنا ده معناه ان اشتغل السبورت فيكتور ماشين من غير نيورال نتورك بشكل؟ لا يعني النيورال نتورك لها اركتكشرز معينه تتناسب مع بعض الحاجات زي الامج بروسيسنج لما بشتغل سي ان ان او ار سي ان ان او فاست او فاستر ار سي ان ان وفي حاجات بتاعت اللونج شورت تيرم ميموري لو انا عايز تفسير يعني اللي انا اقصده ايه؟ ان النيورال نتورك قد تكون مور سيتابل لبعض الايه؟ لبعض الابلكيشن والسبورت فيكتور ماشين لو انا ميرلي بعمل كلاسيفيكيشن يبقى ليه استخدم الاصعب ما دام اقدر استخدم الاسهل؟ واضحه كده؟ يبقى التولز معرفتكم بيها ايه؟ من الحاجات اللي انا بيتكلم على السبورت فيكتور ماشين في ريجريشن وانا كمان بتكلم على عدد الكيرف المختلف انا اني واي باي ديفولت انا بستخدم الريدنس ليه؟ لانها ودي المدرسه القديمه بتاعتي انا من في نيورال نتورك كنت دايما اشتغل بالاكتيفيشن فانكشن اللي هي الجوستيك والناس كلها بتشتغل بالسيجمويد ليه؟ لان الجوستيك من ذاتها ان هي لوكاليتي عشان لو غلط adjusting the parameter بتأثر على حتة بس إنما السيجمويد بتأثر على رينج قبل ورينج بعد فدي بتعمل مشكلة في الكومبلكسي أعلى أوكي والنقطة الثانية النون لينيرتي بتاعت الراديو بيز فانكشن أعلى من إيه؟ من السيجمويد وبالتالي بتكابتشر الكومبلكس ريليشنز بطريقة أسهل عشان كده بقول لكم دي فلسفة في ناس بتشتغل سيجمويد وكده وشغالة ومبسوطة أنا الفكر بتاعي لا راديو بيز فانكشن أنا بشتغل ولما جيت اشتغل في سبورت فيكتور ماشين كانت
بما ان العلاقه قريبه جدا بين السبورت فيكتور ماشين والنيورون، وهشرح لكم بعدين عامل ازاي. مش عارف برضه الراجل ده في ناس بتشتغل هنا بتلاقي نتائج كويسه باي ديفولت. انا بشتغل في حاجات تانية طبعا بعد السبورت فيكتور ماشين، انا مش عارف هل هعدلك ولا ايه ولا لا، بس حتى لو انا دخلت على السبورت فيكتور ماشين انا بعتبر انه جود انف ان انا اديت لكم ريجريشن وكلاسيفيكيشن والتكنيكس. طبعا في حاجات زي ديسيجن تري، وفي حاجات في كلاسترنج، وفي دايمشناليتي ريدكشن. ده اللي انا قلت لكم بقى عندي انبوتس كتير، انهي السيجنفيكانت بالنسبه للكلاسيفيكيشن اللي هو ياثر لي على الكلاسيفاير اذا كان بيطلع لي نتائج كويسه ولا لا. ازاي ده انا اطلع انا عندي 120 اتريبيوت مثلا او في كاشن كونشنتر، يعني هل فيهم مثلا سته او سبعه هم اللي كويسين؟ طبعا كل ما اقلل العدد كل ما يبقى ايه؟ بقلل الكومبلكس. يمكن انا قلت لكم قبل كده ان العروس قالوا لي لا تسعه اشتغل بخمسه. يا جماعه اشتغل بخمسه يبقى اكيد هطلع عليه بس الفايبر برفورمانس اقل. فاكتشفت ان ايه؟ ان البرفورمانس اتحسن لان انا قللت الكومبلكس من تسعه لكام؟ طالما ان انا في عندي اربعه انسيجنت. تخيلوا اصل كده. انما لو كان الخمسه اللي انا شغال بيهم مش بيعبروا عن يبقى اكيد التسعه كان فيها. هم قال لك ايه؟ قال لك انا عندي باند بقسمه لباندز. كنت مقسم الباند الواحد لاثنين، فكنت واخد فيتشر هنا وفيتشر هنا. بجمعهم على بعض يبقى باند واحد على حسب ما فعلا السكريبت. عشان كده لو قلت لكم الارجيومنت بالذات في المجالات بتاعتنا لازم ان انت تجرب وتشوف. يعني ما فيهوش بالمنطق كده ان المفروض يكون كذا. لازم ان هو يكون اورينتد على ايه؟ على حاجه معينه. فدايمنشناليتي ريدكشن من الحاجات اللي بتكون كويسه قوي جدا. لو اشتغلت الحاجات دي على فكره معايا في الماجستير والدكتوراه والدكتوراه كان هيبقى لعبه جدا. انا بكلمكم كده. بس ده مش معنى كده ان الموضوع صعب. مش انتوا بتنظروا لي ايه ده؟ احنا ناقصين. عدد شبكات معين بس لما احس ان انتوا ايه الدنيا واضحه خلاص يبقى بلاش ازود بقى. يعني الدنيا افكارك واضحه والدنيا تمام فعلا واضحه جدا، انما بديك الطريق انك انت ايه تقرا وتكمل. هتقرا زي بالظبط مش كده؟ بص مش معناه ان لازم امتحنك فيها عشان ايه؟ عشان اجبرك ان انت تتعلم. التجربه اللي انا عملتها الترم اللي فات وشفت الاوت كم منكم ده خلاني يعني عندي ثقه كبيره فيكم، وحسيت ان انتوا فعلا عندكم كريتيفيتي وده شيء مهم. فالترم ده يعني اطبق نفس الايه؟ نفس مع برضه تسهيل الايه؟ مش هيبقى اسهل على فكره من الترم اللي فات. الامتحان هيبقى اسهل. مش عاوز اعرف حاجه. انا عاوزك تخرج بكميه معلومات يمكن انت مش هتقدرها برضه السنه دي ولا السنه الجايه، بس لما تتحط فعلا في السوق وكده هتبقى مبسوط. ماشي يا جماعه، اي اسئله؟